السلام عليكم. غادي نتكلموا في هذا الفيديو هذا على الكالكول ديال التروبوس ديال 5 جي لا بارسي ان ار. دونك لا فورمول ديال الكالكول اللي كلشي تيتبعها دونك هي اللي محطوطه في السبيسيفيكاسيون ديال 3 جي بي بي تي اس 38.306. يعني حنا غادي نشوفوا نديروا البراتيك، يعني اولي باش نبقاو نشرحوا بارامتر بار بارامتر في هاد لا فورمول هذا، غادي نديروا واحد البراتيك باش الكالكول عن سيمولاسيون ديال الكالكول. دونك غادي نمشي لواحد الحقيقه، كاينه واحد السيت اللي هي مهمه بزاف ديال 5gtools.com، دونك تلقى فيها بزاف ديال لي زوتي محطوطين غراتويتمون اونلاين. دونك غادي نشوف حنا ندخلو بالنسبه ل 5g يعني تروبوس كالكوليتر. دونك هما براسهم تبازاو على السبيسيفيكاسيون اللي قلنا 338.306. دونك لا فورمول ديالنا هي هذا. دونك غادي نبداو نشرحو دابا لي بارامتر ديالها. دونك اول حاجه نورمالمون، دونك هنا ديجا واحد لا فالور اللي ديجا بخي ديجا محطوطين. دونك هنا مثلا دونك غادي نبقاو نقولوا بان هاد التروبوت اللي غادي نحسبوه، واش غادي نحسبوه مود ابلينك ولا داون لينك، باسكو سا شونج اون فوا تتبدل مثلا لومو تلقى بان لو دي بي هنايا تبدل. مثلا الا كان الابلينك راه غادي يكون طالع مثلا تنوصل حتى ل 928 ميجا بيت، الا كانت نورمال مود داون لينك راه عندك 866. وعندنا حاجه اخرى هو المود، واش المود اف دي دي ولا المود تي دي دي. دونك غادي تلاحظ بان مثلا الا شونجينا المود هنايا دونك فلا بار ديفوا غادي يطيح الدي بي. دونك الا كان في الداون لينك غادي يوصل ل 742 ميجا بيت بار سكوند، باغ اكزومبل الا كان الابلينك غادي يطيح بزاف غادي يوصل ل 132 ميجا بيت بار سكوند. سي لوجيك لحقاش قلنا هنا غادي نخدمو لا فريكونس ابلينك ديفيرت على فريكونس داون لينك. هنا غادي نبارطاجيو هاديك لا ميم فريكونس، غادي نبارطاجي في لوطون. دونك الثاني بارامتر هو هاد جي هو لي نومبر ديال الاجريجيشن ديال الكارير اكال الكارير اكال الكارير اجريجيشن، هو لي نومبر ديال لي فريكونس اللي غادي نخدمو. دونك انا ما خصناش نخلطو مع الميمو، الميمو حاجه اخرى. دونك سوبوزو مثلا الا كنا مخدمين مثلا سولمون ان سول فريكونس، تلاحظ بان الدي بي هنايا تيطيح يعني تيطيح عندي بالنص. الا طلعنا مثلا جوسكا مثلا نديرو جوج ديال لي فريكونس كتطلع 866 ميجا بيت بار سكوند. الماكسيموم في سبيسيفيكاسيون اللي نقدروا نوصلوا ليه في الكارير اجريجيشن هو 5 ديال لي فريكونس. دونك الى لاحظ اون فوا تطلع مثلا 5 ديال لي فريكونس، الا كان مثلا التليفون ولا لوبيراتور حاط في لي زيكيبمون تي سوبورتي الاجريجيشن ديال 5 ديال لي فريكونس، فنقدروا نوصل مثلا هنا حتى 2 جيجا ديال الدي بي. دونك غادي نبقاو حنا تيما في شي حاجه اللي هي غيال، يعني لي زوبيراتور ما يقدوش يديروا اكثر من 2 ديال لي فريكونس. دونك بالنسبه للاير ديال الميمو، الميمو نورمالمون هي شحال الميمو واش هنا تيقول لك بان راه الماكسيموم غادي يكون في الداون لينك غادي يوصل 8 ديال 8 وفي الاب لينك غادي يكون 4. دونك حتى التليفون نورمالمون ماشي تيتشرى، يعني بارمي لي كاركتيريستيك ولا لي خسور ديال البال هما لي فالور هادو. دونك ناخذوا مثلا الاس دي اس الاخر لي كاركتيريستيك، دونك بالنسبه لهم تيقول لك اودي سون سوبورتي نورمالمون في الميمو يعني 4 يعني في الاب لينك وفي الداون لينك. دونك الماكسيموم اللي نقدروا نوصلوا لها في هذه الحاله هذه. دونك الا مشينا حتى شونجينا هنا درنا 4 ديال الميمو كات، دونك تطلع بينا الدي بي تطلع لهنا حتى 1.7 جيجا. دونك كل ما كانوا لي زونتين الميمو كثر كل ما تيكون الدي بي طالع. دونك نكارديو حنا مثلا جوج يعني لا مودولاسيون اللي كاينه هنايا. دونك الا كنت غتخدم الكيبيس كدير لا فالور جوج 16.4 64.6 256، تنحطو لا فالور 8. دونك ناخذو نرجعو سبيسيفيكاسيون ديال اس دي اللي نتي سوبورتي جي، تلقى بانه في لا مودولاسيون تيقد يوصل حتى 1024 كوام، ساشون كو بانه في الروليز 15 يعني الماكسيموم اللي نقدو نوصلو لها. دونك هنا تلقى في 38.804 الماكسيموم اللي نقدروا نوصلوا لها هي 256 كوام، يعني الماكسيموم هي نديروا هنايا لا فالور 8. دونك اون فوا تنديروا مثلا لا فالور 8 غتلقى بان مثلا الدي بي تيوصل لك حتى 1.1 جيجا، دونك يعني تيطلع الدي بي. دونك نكارديو هنايا يعني الفالور اللي تتكون بار ديفو هي 6، حتى داكشي اللي طلع عندنا في الرزم درنا حنا كنا درنا واحد ليتود الكومباريزون ديال لي كوام اللي يوتيليزي في الرزم، لقينا بان الماكسيموم في لي بون كونديسيون راديو تلقى بان الماكسيموم الناس كلهم داخلين في 64 كوام، يعني قليل الناس اللي تيخصو نورمالمون يكون حدا لا بي تي اس يكون عنده التليفون اللي تيسوبورتي واحد الموديلاسيون 256 وعنده تسمى الجود ار اف كواليتي والمسائل عادي يقدر يوصل ل 256. دونك نكارديو تحنيا في 6. دونك الا كانت عندنا 6 مثلا فهاد لي كونديسيون دخلنا لحد الان تنوصل مثلا ب 100
66 ميجابيت بار سكوند. سكادين فاكتور هذا هذا سون لي بارامتر ديال لاجيستمون ديال سا ديبون الكاليتي دونك غادي نخليوها تلكل. ها بالنسبه لهنايا البوندويت اللي غادي نختاروا مع دايرين هنا النيميرولوجي ديالهم. دونك مثلا لا سوبوزينا بان مثلا السيد غادي يخدم مثلا واحد لا بوندويت نقولوا مثلا هنايا دار 30 ميجا ديال هرتز ولكن النيميرولوجي نديروا له مثلا 30. دونك نقلبوا على هنايا 30 ونديروا النيميرولوجي حتى هي نيس 30. دونك 30 هي 30 دونك طلعت بان ان فوا تتشونجي دونك الدي بي نورمالمون تيطيح بزاف لحقاش النيميرولوجي. دونك الا بغيتي ان دي بي اللي خص يكون اول حاجه تيخصك نورمالمون تختار لا فريكونس واش الاف ار 1 ولا الاف ار 2. لاحظوا مثلا مشينا حتى لشي بوند ديالي على الاف ار 2 نشوف مثلا هاد الباندويت هذا غتلقى راسك هنا لي بوند مليمتريك تيطلع لك الدي بي 1.6. دونك كل ما كنتي نورمالمون مخدم في لا فريكونس اف ار 2 مخدم على النيميرولوجي اللي هي كبيره فتيمكن لك مثلا تطلع الدي بي. دونك الا درنا مثلا هنايا نديرو باندويت ديال مثلا 4 جي اللي واصله ليا 20 ميجا هرتز في 15 كيلو. دونك فينا هي 20 هي 20 ميجا هرتز في 15 كيلو. دونك الدي بي نورمالمون هنا تيوصل تيبقى توجور في 300 يعني تيبقى طايح بزاف. دونك فهاد الحاله هادي تيوبليجي باش انك تشونجي مثلا ندير مثلا باش نديرو 20 نديرو مثلا 50 ميجا هرتز ونبقاو توجور في 15 كيلو يعني في نيمرجان تلقى بينا الدي بي راه تيطلع. بالنسبه لي زوتر بارامتر هادوك فاصا دي بوين لي بارامتر ديجا الصوا اللي لقينا في الاول. دونك بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا على ال 5 جي تروبوت هادي مهمه بالنسبه للناس اللي تيديروا في الاول البلانين يعني ماشي تتكون في الاول اللي تيود البلانين باش تعرف راسك لي زون تان شحال من الميموري تخدم شحال من كاري قالك شنو تخدم شحال بزاف ديال الحوايج ان مود واش تي دي اف دي دي ان سي دي سويس. وتنتمنى نكون نفعتكم شويه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.